البنات مرحبا بكم في قناتكم شيوات مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكلاصه البنات تيجي زوين بزاف احسن من الكلاص اللي تناخذوه هكا للدراري من الزنقه. هذا تيبقى صحي عارفين اش دايرين فيه وهكا زوين ممكن نشاركوا وليداتنا باش يصايبوه معنا تيفرحوا بزاف. هاد الكلاصه البنات قدمت لكم في واحد لي كلاص غتلقوهم تاعو الكؤوس غتلقاو الرابط تاعهم اسفل الفيديو هو اللي عاود صايبت به هاد لي كلاص الفرديين هادو. تيجي هكا عباره على جوج طبقات تيجي زوين بزاف هاد الكلاص البنات. تنتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات تدعمونا هكا بلي لايك كذلك ما تنساوش تدعمونا بلي اشتراكات تاعكم. ودابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. جوج مقادير هاد الكلاص غادي نحتاجو البنات لهاد الكلاص هذا اللي غادي تلقاو الرابط تاعو اسفل الفيديو اللي صايبنا في الحلقه نتاعت لي كلاص اللي درنا في الكويسات. وغادي نحتاجو لهادو اللي تيتباعو هكا تاع الكلاص زوينين البنات ما غاليينش بزاف تيديرو 15 درهم صافي. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في المرحله الاولى. غادي نحتاجو فقط هاد الكلاص هذا اللي صايبنا وغادي نحتاجو لهادو تاع لي كلاص. الا ما عندكمش البنات هادو تاع لي كلاص ممكن ديرو غير في كويسات هكا وديرو ليهم هذاك العويد اللي تيكون في لي كلاص تيتباع مع لي كلاص. دابا غادي ناخذ هاد الكلاص هذا وغادي نفرغوه هنايا صافي على هاد الشكل هذا البنات. تنعمر به هادو كاملين صافي البنات بعد ما عمرتهم كاملهم بلا كلاص تيجيو على هاد الشكل هذا. غادي ناخذ دابا هاد ليديات نتاعهم وغادي ندخلهم هكا في وسط هاد لي كلاص. كيف ما قلت لكم الا ما عندكمش هاد البنات ممكن تجرو كويسات ولا كاز ليفات صغار وتصايبوا لا كلاص لوليداتكم ما تحرموهمش هكا من شي وقت نقيين نتاعو الدار صافي البنات. غادي ندخلو دابا المجمد الليله كامله عاد غادي نخرجو غادي نوريكم كيف غادي نزينوه. البنات الا بغيتو تنكهو هاد الكلاص هذا ممكن تضيفوا ليه النكهات اللي بغيتو اولا ديروه هكا بالبودره تاع الشوكولاط. انا غادي نخليها هكا بحال هذاك اللي تيتباع تيكون الداخل تاعو بيض والفوق مغلف بالشوكولاط. دابا غادي ندخلو المجمد البنات الليله كامله ونرجع ان شاء الله نتلاقاو مع الزين تاعو ونقدموه ان شاء الله. ها هو البنات الكلاص بعد ما خليته ذاب ليله كامله في الثلاجه دابا غادي ناخذو درتو في واحد البينيو هكا ودرت فيه شويه تاع الماء وخليته هكا تتطلق راه تيزول البنات هكا بسهوله صافي. غادي نزولو بسرعه يعني عندي يعني المطبخ سخون غادي نخدم معكم غير بواحد وغادي نرد كلشي للفريكو. رجعت الاخرين للفريكو حيت عندي الكوزينه سخونه البنات كي قلت لكم. هنا عندي الشوكولاته البنات اللي ذوبت وزدت عليه هكا واحد شويه تاع الزيت. غادي ناخذ هكا هذا الكلاص هذا وغادي نغطسو هنايا بهاد الشكل هذا صافي. غادي نغطسوه مزيان هكا في الشوكولات حتى ياخذ لينا الشوكولات كامل ونجبدوه ونخليوه هكا ينشف عليه هذاك الشوكولاط صافي البنات. هو بعد ما غطسو الشوكولاط تيجي على هاد الشكل هذا. غادي ندخلو دابا انا دغيا المجمد قبل ما يذوب ليا انا في الكوزينه سخونه ونكمل الشكيلات اللي عندي الاخرين ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاع هاد الكلاص هذا. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع لي كلاص اللي وجدنا اليوم تيجيو على هاد الشكل هذا. كي شفتو انا كي قلت لكم ذوبت الشوكولاط وزدت معاه الزيت وهكا غطستهم فيه تيجيو زوينين بزاف. ممكن ديرو في الشوكولاته البنات اللوز هكا مرمج اولا كاوكاو تيجيو بحال لي كلاص اللي تيتباعو. البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه وكذلك ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وما بقى نقول لكم بالصحه والراحه.